السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم كيفية إطلاء السداري من الداخل والخارج بالفيديو السلوزي سريعا بكم النشف لعدم التشكك فيه والحفاظ على الأفرشة المغطاة من الغبار بهذين وإطلائهم. We'll be right back.
إذا مشاهدينا بعد إنهاء عملية إطلاء الجبنية التلفزيون بهذا يكون السداري نظيف وخاليا من الغبار ولحمايته من التشقق وتصدي المسامير وعدم تسرب الماء إلى داخله. مشاهدي الكرام نشكركم على متابعة الفيديو إلى آخره. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم جديدنا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.